ايه يا مامي؟ ايه يا جايده، مال صوتك؟ زهقت يا مامي، زهقت من كتر ما انتوا كلكم سايبيني لوحدي. مامي انت ما ينفعش تيجي بدري النهارده شويه؟ مش هينفع اسيب بابا لوحده، لو في حاجه كلمي ادهم او شهد، وانا لما ارجع نبقى نتكلم. هو انت مش نازله المحل النهارده؟ لا مش نازله، خلاص ركزوا انتوا في الشغل. باي. أدهم، ازيك يا شهد؟ الحمد لله تمام، يعني بتسأل؟ معلش بقى، انت عارفة الفندق يعني والشغل كتير وكده، انت كويسة؟ الحمد لله كويس. الحمد لله الحمد لله. انا طالع لجايدة بقى، انت عارفة الموضوع. ما عارف، طنطو وانكل كلموني عشان جايدة شكلها متضايقة قوي بسبب سفر قاش. هو فعلا موضوع يضايق، فعلا موضوع رخم. وانت؟ انا ايه؟ مش متضايق ان قاش سافرت؟ متضايق ليه يعني؟ اصل جايده قالت لي ان انتوا الاثنين متصاحبين. انا ايوه ايوه ايوه، موضوع عاش ده مأثر عليها جامد، فبس مش قادره. ايوه ايوه، لا هو بس هو انا ايش قويه، ايش قويه، وهترجع ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله. تعالي بس نطلع نشوف جايده. يلا يلا يلا. مالك يا جايده، قلقتينا عليكي. مالك يا جايده، ايه الدلع ده؟ انت لو كنت متضايقه ما كنت تكلميني. هما لحقوا جاريوا يكلموكوا؟ صح، ما هم مش فاضيين. بقولك يا جايده، دول بابا وماما، وبعدين انا مش فاهم يعني انت اصلا انت قلب عليهم ليه بعد ما كنت موافقه على المشروع؟ ولا قلبت ولا عدلت ولا عايزه اي حاجه من حد اصلا. على فكره يا جايده، هما بيحبوكي جدا بجد، انت مش فاهمه طنط كانت قلقانه عليكي ازاي. فيها الخير. بص يا جايده، انا عارفك كويس، اللي انت فيه ده مش بسبب سفر قاش، ما انت عندك صحابك اهم، اكيد ما عندهمش نفس الرياكشن اللي عندك دلوقتي، يبقى اكيد في حوار تاني. مفيش يا ادهم، وبليز ما تعمليش فيها فاهم كل حاجه وتفتي. طب ممكن تهدي؟ طب تعالي حتى نخرج شويه من جو الخانقه ده. لا انا مش عايز اروح في اي حته، وبليز سيبوني لوحدي. طب خلاص انا هبات معاكي. لا روحي، وانا هجيلك بكره المحل. انا هنزل بكره عادي، بس بليز دلوقتي سيبوني لوحدي يا جماعه لو سمحتوا. يلا يا شهد يلا، انسى بقى دلوقتي تهدى، وانا دلوقتي عندي مشوار وهرجع اشوفها تاني بالليل. يلا بينا.